معنا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله أخي الكريم. دكتور، كيف يمكن تصنيف التغريدة التي نشرها نافين جندال المسؤول الإعلامي في حزب باهاريتا جاناتا الهندي، وهي تصريحات بطبيعة الحال مسيئة للإسلام وللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة هي تصريحات ومحاولات تعودنا عليها من المتطرفين الهندوس والذين هم الآن يمسكون بزمام السلطة في الهند. هذه الإساءة للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام هي محاولات بائسة تصدر بين حين وآخر، إما هي للتعبير عن حقد دفين ومرض مزمن متفشي في قلوب ونفوس من يسيئون للإسلام ومقدساته، وإما هي محاولات لكسب الشهرة. فترى كل فاشل في الحياة ولا يمتلك أي شيء يفتخر به سوى الانحلال الأخلاقي والفكري، تراه يستهدف الإسلام ومقدساته ومبادئه حتى يشتهر. وهناك من الحكومات والسياسيين من يريد أن يتستر على فشله في إدارة السلطة، في إدارة البلاد والتقدم وخدمة الناس، يتخذ من إشعال الفتن وإثارتها بين أبناء البلد الواحد وسيلة لإشغال الناس عن فشله بقضية أخرى هي ليست جوهر فيما يريد أن يتقدم به في البلاد، كما يفعل الآن الحزب الحاكم منذ سنوات في الهند. وهؤلاء حقيقة هم يعانون أزمات نفسية وأمراض خبيثة تحتاج إلى استئصال. وأيضا ما نراه في العراق اليوم منذ 2003 وإلى اليوم، أيضا هم يهربون من معالجة الواقع إلى إثارة الفتن وبين الفتن الطائفية بين الشعب كي تكون السلطة لهم ولا يفكر الشعب في إزاحتهم وإزالتهم. إلى أي مدى دكتور ساهمت هيئة علماء المسلمين في العراق والهيئة العالمية لنصرة النبي في مواجهة خطاب الكراهية والإساءة ضد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا سيما في حملة المقاطعة الأخيرة ضد الهند؟ حقيقة الهيئة لها مواقف كثيرة في هذا الجانب، منذ تأسيسها هي لديها مواقف واضحة ضد الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء على مستوى المؤتمرات، سواء على مستوى توجيه المساجد وخطبائها في نبذ الكراهية والطائفية والاستنكار لمن يتجاوزون ويسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الهيئة كان لديها مواقف عدة في عدة اتجاهات، كل من يسيء للإسلام كان الهيئة لها موقف، سواء فرنسا، سواء أوروبا، سواء الهند، ولدينا في الهند عدة بيانات وعدة مواقف، ومن ضمنها المقاطعة. كانت حكومة مودي وحزبه الحاكم المتطرف منذ توليه للسلطة كان هناك عدة مواقف للهيئة سلكت استنكارا لما يجري من انتهاكات للمسلمين وحرق مساجدهم وبيوتهم وتجاراتهم والتنكيل بهم والانتهاكات الهندوسية ضد المسلمين، كلها تأتي مواقف واضحة للهيئة في هذا الجانب. نعم، هل يكفي باعتقادكم قرار السلطات الهندية بإقالة المسؤول الإعلامي في الحزب، أم هناك ما هو أكثر من ذلك مطلوب من هذه الحكومة ومن هذا الحزب؟ حقيقة لا يكفي، أولا لأنه هذا متحدث باسم الحزب، وثانيا هذه ليست المرة الأولى التي يخرج المسؤولون من الهنود الهندوسيين لكي يسيئوا للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام على مستوى رئيس الوزراء وعلى مستوى حتى القوانين. لعل تهجير المسلمين العام الماضي من أرضهم وممتلكاتهم كانت في هذا الإطار، وأيضا منع التجنيس للمسلمين ووضع قوانين لسحب الجنسية من المسلمين الهنود لطرد ملايين المسلمين من الهند واستقدام وافدين من غير الهنود لإسكانهم بدل المسلمين. هذه كلها تدل على أن الحزب الحاكم في الهند حزب عنصري يخالف القوانين الدولية، يخالف الشرائع السماوية. جاءت هذه الإساءة لتضاف إلى سجل الهند السيء في مجال محاربة الإسلام وانتهاك الحقوق المشروعة للمسلمين كمواطنين لهم الحق بإقامة شعائرهم والحفاظ على دينهم. لا يكفي هذا الأمر، وإنما يجب أن يكون هناك اعتذارا رسميا من قبل الحكومة الهندية
ولا بد على المسلمين حكومات وشعوب أن يقفوا وقفة جادة حقيقية لمنع استمرار الهند في تكرار استهدافها وإساءتها للإسلام ولنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. دكتور ثامر، ما أهمية استمرار بقاء الهيئة العالمية لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام في اجتماع دائم؟ وإلى أي مدى يمكن أن تساهم في إعادة تكوين هوية الأمة الإسلامية والعربية وفي مقدرتها على مواجهة هذه الحملات العنصرية وخطاب الكراهية؟ حقيقة هذه الهيئة الكل يساندها، لأنها هدفها واضح، هو الدفاع عن نبي الرحمة نبي الإسلام وعن الإسلام عموما، فالواجب أن يقدموا بكل ما يستطيعون ويردوا على هذه الإساءات بكل الوسائل الممكنة، سواء المقاطعة الاقتصادية، سواء التظاهر والاعتصام، سواء الاحتجاجات أمام السفارات الهندية في جميع البلاد الإسلامية والتي يتواجد فيها المسلمون. نحتاج أيضا أن تقوم القنوات في الدول الإسلامية وتقوم على عاتق هذه الهيئة، أن تقوم بجهد كبير في هذا الإطار، أن توجه القنوات في الدول الإسلامية بنشر التعاليم والمفاهيم الإسلامية وخلق النبي عليه الصلاة والسلام والرحمة المهداة، والكف عن استهداف المسلمين من خلال هذه القنوات. للأسف نحن نعاني اليوم من القنوات التي هي في بلاد المسلمين بأنها لا تدافع حقيقة عن الإسلام وعن المسلمين، وهذا واجب هذه الهيئة الكريمة أن تتوجه بهذا الإطار لنشر مفاهيم الإسلام السمحة. شكرا لك دكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق.